السلام عليكم، معكم ياسر معلمي من حوارات سينمائية، وضيف الحلقة اليوم المنتج محمد الحمادي. محمد، عرفنا عن نفسك. محمد الحمادي من إنوفيشن الأفلام، صار لي حوالي 10 سنوات تقريبا give or take في الاندستري. انتجت مجموعة أعمال بين أفلام قصيرة وفيلم طويل واحد، ومجموعة إعلانات، شو اسمه، corporate videos، music videos، TV programs، reality shows، YouTube shows، يعني you name it، جربنا كل شيء. كل شيء يعني حاولنا قدر المستطاع أن نوسع في البورتفوليو. يعني every type of recorded media ما شاء الله. يعني للحين تعرف أنت recorded media ما تخلص، وكل أسبوع في نوع جديد، ولكن أنت كبروديوسر تحاول أن تتعلمه. زين محمد، ممكن بس تعرفني عن بدايات innovation؟ يعني أنا والشباب طبعا كلنا بدأنا في innovation. إنزين، أنا عبد العزيز، سعد نعيمي، كلنا بدأنا في innovation. فنبي نعرف يعني أنت والشباب، يعني يوم أنت وأحمد الباكر وخالد الجابر يوم بديتوا في الشركة، يعني شنو كان الهدف؟ هي جات على مرحلتين، مرحلة قبل لا أنا أدخل، واللي هي كانت إنه تأسيس الشركة حول فيلم The Package. إنه أحمد لما صور فيلم The Package تطلب الموضوع لتسويقه ولبيعه تجاريا أن تؤسس شركة تقوم باحتضان العمل. فاللي صار أن نسيب أحمد اللي هو خالد جابر أسس الشركة، وبلشوا حتى في حملة تسويق، إذا تذكر ذيك الأيام في 2009-2010 بلشوا سووا بريس كونفرنس وتكلموا عن هذا الموضوع. أنا قابلت خالد في 2010-2011 لما كنت أدرس في بريطانيا. ذيك الأيام أنا وأخوي عنده شركة ريد دوت فيلمز، وبروديوسر قبلي في الاندستري، يعني شغال فيها بس من تي في سايد مش من فيلم سايد. فتكلمت وقلت له ان انا اخوي شغال في المجال، فهو قال لي نسيبه شغال في المجال. فيوم اللي خلصت انا من مشروعي في بريطانيا ورجعت الدوحه، خالد كان موجود، اتفقنا ان نتلاقى، وانه why not we joined forces، especially ان انا جاي من background، يعني صدقني شغال oil and gas industry بس انه فن تشكيلي. سواء انا كنت ذيك الايام ادرس في جامعه فيرجينيا، و اي واضح اصلا من الخلفيه اللي وراك. اي هاي محمد المنصوري، اي ما شاء الله، خريج جامعه فيرجينيا، وان شاء الله عندهم مسلسل كرتون انيميشن جاي قريب اسمه زباره. هو مع اخوه، اي نعم، مع اخوه حمد، وش اسمه، ولد عمه خالد، شغالين والله. يعني يو كان تيل، يبين ان الشغل ما شاء الله. Let's not get distracted. Hey, let's not get distracted. على الفن وبمخلص اللوحات وايد. صح. عموما ذيك الأيام أنتوا كنتوا داشين في الورشة مالت lockdown. مع أشرف فرح. فجيت أذكر حتى أني كنت أنا طالب في ورشة في مؤسسة دوحة الأفلام اسمها Mythology Lab. أتذكر. أو ورشة الأساطير. كان يدرس فيها بن روبنسون. yeah. وكان تحت، كان سوبرفايزر اسكندر قبطي، وكان اللي تحت حميد الكواري ومحمد ابراهيم. هناك تعرفت انا محمد وحميد وبن ودي اف اي واسكندر وكل شيء. فاي ريمبر ان ذي سجستد ان انتوا عندكم ورشه هناك، لان نهايه ورشتنا كان لازم نسوي فيلم تو برودوس فيلم حق دوحه ترايبكا. فجيت وتعرفت على احمد في ذاك اليوم، وعرفني على الشباب في الورشة، وياب لي أول شيء شو اسمه عبد العزيز دراني، صورت الفيلم كامل بعبد العزيز، وعقب رجعت صورت الفيلم كامل بفيصل الباكر. الفيلم دقيقة، مو بالليل، الفيلم كامل، بس المهم أنا رديت صورت نفس المشاهد بفيصل وخلصت. It was تجربتي الوحيدة اللي أخرجت فيها، وكانت بداية الانتراكشن مع انوفيشن. بعدها وانا في VCU جانا مشروع اسمه الكورة بروجكت.
وانوفيشن كشركه عندها فرعين، عندها شركه البرودكشن وعندها شركه تكنولوجيز اللي لها علاقه ببيلدينج سمولر مودلز. خلينا احنا نركز على الفيلم سايد اوف انوفيشن. يعني هاي القصد من هذه الصفحه ان هذا كان اول مشروع انا اشتغل فيه مع انوفيشن اللي هو الكوره بروجكت. بعدها خالد سألني ليش ما جاء ما تدخل معنا اوفيشلي في الشركه، فدخلت وكان وقت تصوير فيلم لوك داون وصدفت ان شاركت انا في الفيلم مثلت فيه بدون اي ورشه قبلها بدون اي باك جراوند في التمثيل واتسوفر، ويعني نتيجه ما طلعنا الفيلم كان كنت امتى منه. لا طلع الفيلم سجن قطر نزل لوك داون. لا ما نزل بلا انعرض سجن قطر. لا غلطان. بلا صدقني انا شايفه في التلفزيون مع امي. اوكي زين يعني من وراي يعني ايه انعرض لقطات في مقابلات يعني. لا انعرض الفيلم كامل في التلفزيون. كنت انت دور الاب تدخل عليه شفيكم وين شتبوا في ولدي شتبوا في ولدي. انت لا انت متى بتحس بالمسؤولية متى بتصير ايام متى يعني هاي متى الاخيرة كانت مهمة يعني. هاي مهمة هذه السنود حق دراما الخليجية بالضبط يعني. بس بسبب هذا الفيلم بسبب تمثيلي هناك وبسبب ان انا شفت اداء الشباب حسيت ان حبيت المجال وبادش واتعمق فيه بزيادة. فبلشوا شباب في ورشة اسكندر وI joined معهم وبلشنا حق مدنة حق مسلسل مدنة صحيح. وthrough it بلشنا احنا نسوي اعمال قصيرة. اكتشفنا ان احنا شطحنا في لوك داون شوي ان اول ما تبلش الفيتشر يعني شوي it's not doable وفي نفس الوقت يعني الموضوع ما لا يعقل خصوصا لا عندك خبرة إنتاجية ولا عندك خبرة حق كتابة ولا عندك خبرة في أي شيء لا علاقة بالمجال. بلش شوي وبلشنا بالتجارب من عين وبدون وهزنيم كأول ثلاث تجارب. إخراج محمد الإبراهيم بدون وكان الأسيستنت دايركتور ذا تايم أحمد البوكر وعين إخراج علي الأنصاري وكتابة فهد الكواري. منو كان اللي يدي في؟ والله ما أتذكر أنا ما كنت موجود وقت تصوير عين. أظن أحمد بعد وهو كان الأديتر في الفيلم. أعتقد. وهز نيم اللي كان تجربة سريعة ميني دوكيومنتري أخرجته هند الأنصاري واللي ماسك الكاميرا كان علي الأنصاري. هند فخرو المخرج. هند فخرو لأن في هند الأنصاري هيات عقب في أمريكا. هيات عقب. وعلي الأنصاري كان المخرج وقصدي كان ماسك الكاميرا والبرودوسر كان سلمان مهندي. والثلاثة أفلام دخلنا فيهم مرة واحدة في مهرجان الخليج. بعد السنة اللي وراء السنة اللي قبلها اللي دخلنا فيها. خدتوا جوائز عليهم الأفلام. بعدين حصلنا جوائز في مهرجان أبو ظبي لفيلم بدون. حصلنا جائزتين وبعدين خذوا بعد في مهرجان مجلس التعاون في الكويت وحصل على جائزة أفضل فيلم قصير. هاي شجعنا أن نأسس لورشة تمثيل ورشة صناعة أفلام. عندي سؤال قبل ما نروح حق الورشة. في خلال عملكم من الأفلام القصيرة اشتغلت فيهم بروحكم في إنوفيشن، شنو الصعوبات اللي واجهتوها ومن وين كنتوا تجيبون التمويل حق هالأفلام؟ يعني الصعوبات إن أنت ما تدري شو السالفة. إحنا داشين في مجال ما نعرفه لقافة وإحنا المراقيف يعني بناء على الحلقة اللي شفتها أمس إنه كان الأخ نايف صديقي يقول إنك لقافة. إحنا دخلنا المجال لقافة خصوصا انا خلفيتي الاكاديميه انا هندسه كيميائيه وشغال كنت في قطر البترول. عبد العزيز الدراري كان في كيو ان بي، سعد النعيمي كان في راس لفان، يعني احمد الباكر كان في دولفين، محمد ابراهيم كان في دي اف اي صح، علي الانصاري كان طالب بس يقعد يتمشى مع صناع الافلام، سلمان المهندي كان بس يقعد مع صناع الافلام، ولكن ما في حد عنده لا خبره عمليه ولا خبره اكاديميه.
وهذا الواقع. ولكن الشغف أو الحب بيصنع شيء جديد، أو إن عدم الرضا عن اللي كان موجود في التلفزيون هو اللي جمعنا على أساس إننا بنطلع بأعمال مختلفة، وكانت تجربة خطأ يعني. يعني ولو بتلاحظ أنت إنتاجات إنوفيشن خلال السنوات بتلاحظ أنها مختلفة تماماً عن بعضها البعض، لأن هي تجارب إنتاجية. فأنت تجرب تسوي سيتنج مال زومبيز نفس قرار، وتجرب تصور خارجي في بيت مهجور نفس خميس كنفلة، وتجرب تصور في فرضة وفي الوكرة وفي بيت عائلة، ولا أنت بتدور بيوت راندر في مغولي وتطق الباب على أي حد على أساس أن تشوف لوكيشن هناك، بتجرب تسوي سيت ديزاين، بتجرب تسوي آرت ديركشن من ناحية ميك اب وبروستاتيكس وهالأشياء، بتجرب تشتغل حق جرافيكس، خصوصا ان احنا من بداياتنا في انوفيشن مع احمد في ذا باكج ولوك داون كان السي جي اي يعني لا اهميه خاصه، لان كنا حاطين في بالنا عشان تستوي نفسهم لازم تسوي هالشيء، وليش ما احسن منه واحنا لازم نسويه. فالاوفر اول كان الموضوع تجارب انتاجيه اكثر من انها تجارب لصناعه فيلم متكامل تنقصها في بعض الاحيان بعض النقاط ولا العناصر الزينه. يعني مثلا العناصر الرئيسيه، يعني مثلا الكتابه احنا عندنا ما بدات تتطور الا عقب مثلا. يعني خذنا وقت لين احنا ركزنا في الموضوع لان كنا مركزين على الانتاج اكثر. طيب اذا عندي سؤال، ليش يعني انتجتوا مجموعه من الافلام القصيره، ليش ما انتقلتوا الى صناعه افلام طويله فيتشر فيلمز؟ في وايد عناصر. يعني حاولنا احنا يوم اللي كنا بنسوي ان سيرش اوف ادم، فيلم البحث عن ادم، خضنا تجربه التمويل او البحث عن تمويل، ووصلنا لمرحله بري برودكشن وخلصنا يعني حوالي 80% من البري برودكشن. كان باقي لنا 3 أسابيع اظن او 4 أسابيع ونبلش تصوير، ولكن شاءت الظروف ان ما قدرنا نسوي العمل. ظروف لوجستيه كانت بالعكس، كان في دعم من كثير من الجهات في الدوله، ولكن عمل مثل ان سيرش اوف ادم تكلفته حوالي 3 مليون دولار الى 6 مليون دولار تتكلم. فعلى اساس انه تلقى رجل الاعمال او الاستوديو او الشركه اللي تؤمن بمشروع، احتمال كبير انه ما تطلع فلوسه فقط حبا في الصناعه صعب جدا. وفي نفس الوقت احنا ما كنا فاهمين اليه البحث عن التمويل للافلام. صحيح. خصوصا احنا جايين من خلفيه افلام مستقله مش من خلفيه افلام تجاريه، والافلام هاي انتم دعمتوها بمالكم الخاص كلها. صحيح. الافلام القصيره نعم، بس احنا شفناها كتجارب لنا كبناء للبورتفوليو للشركه. صح. واللي فتح لنا الباب على اساس نعمل دعايه واعلان لاحقا، وفي نفس الوقت تجربه وخطا. صح. ونلاقي فيها مواهب واسسنا منها فرق. صحيح. في عندك شغله، يعني الحين انتم صرفتوا من فلوسكم على هالافلام هذه من مالكم الخاص، خدتوا بورفوليو قدمتوه للشركات يوم دعم مثلا على فيلم سيرش اوف ادم، هل تعتقد ان كان في عدم ثقه في الكوادر القطريه على انتاج شيء عمل كبير نفس هاي؟ لان في نفس الوقت الدوله مش اعمال خارج قطر مبالغ اكبر من هالمبالغ اللي تكلم. لا 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 تاخذنا العاطفه في الموضوع، خلينا نفكر فيها براكتيكال او بمنظور عملي جدا. وضع نفسك انت، ضع نفسك مكان رجل الاعمال. رجل الاعمال في النهاية ما ينظر إلى المشروع بقدر نظره إلى الفيزابيليتي ستدي أو دراسة الجدوى. إذا دراسة الجدوى تثبت جدوى العمل، بمعنى أن أنا بطلع فلوس، I will break even، بطلع فوقها profit، بدخل في المشروع. سواء كنت أنا ببيع شناط على انستغرام أو أنا بسوي فيتشر فيلم ب 200 مليون دولار. في النهاية أنت ما عندك سوق أساسا على أساس أن تبني عليه، ولا عندك أرقام ثابتة تقدر أنت توصلها لي
رجل أعمال على أساس أن تثبت أن نشوف هذه التجربة. كل تجاربنا إحنا اللي نزلت في السينما تتكلم عن تجربتين اللي هي عقارب الساعة كتجارب تجارية، عقارب الساعة وامرأة في زمن الحصار، والتجربتين فشلوا فشل ذريع من ناحية أرقام، ما بتكلم عن نقديا ولا بتكلم عن popularity، بتكلم عن أرقام. في الفيلم الأول اللي هو عقارب الساعة اللي عرض في 2009 كان جزء من الدوحة عاصمة الثقافة، وهو إيفنت كان قائم لمدة ما أعرف كم شهر ولا شيء كذي، فكان جزء كان فعالية يعني، ما كان حتى عمل تجاري حقيقي، ولم يعرض بعدها كعمل تجاري، وبعدين نزل كدي في دي وموجود تقدر تشتري في صحيح الصقر. ولكن الفيلم الثاني نزل كفيلم تجاري وما حصل الصيت. إذا ثقافة السينما في البلد ما زالت للحين في بداياتها، الشعب مو متعود أنه يروح السينما ويشوف مثلا ايرون مان ولا يشوف افنجرز ولا يشوف ستار وارز ويقول لا انا ما بدخل هالافلام، بدخل فيلم اضطراري. يعني فيرست اوف اول في البدايه انت لازم تبني الثقافه عند المتلقي. احنا بنيناها بي تو بي، بزنس تو بزنس، بمعنى ان احنا سوينا لنا وجود في الصناعه في على مستوى المنطقه، سواء كان في المهرجانات اللي على مستوى المنطقة أو في المهرجانات اللي حتى على مستوى العالم. فلما أنت بتروح مثلاً مهرجان كان معروف سكشن مال صنيع في قطر واسم إنوفيشن برز في أكثر من مرة، تروح مهرجان برش ولا تراك ولا دبي ولا وتفر، ولكن بالنسبة حق الإنسان عادي لا. فإنوفيشن كانت أول شركة تعرض فيلم قطري في مهرجان كان. يعني احنا عرضنا في الشورت كورنر، يعني مو باللي عرضنا عرض يعني دائما بس تسجل، يعني تسجل لكم اول قطريين تروحون مهرجان كوم. يعني هي الفكره انه شورت فيلم كورنر يختلف عن المسابقه الرسميه، وهذا الشيء لازم احنا نذكره، عاده الاعلام لا يذكره، وهاي جزء منا احنا ان احنا لازم نحاول ان نوضح ونعلم الناس الاشياء اللي في الصناعه على اساس يكون عندهم هاي الثقافة العامة regarding الصناعة. مهرجان كان في مسابقة رسمية ما يدخلها أكثر من 12 فيلم، بينما فيها شورت فيلم كورنر يعرض فيه حوالي 1500 فيلم. هاي الشورت كورنر وظيفته إنه يفتح المجال لصناع الأفلام اللي يعملون الأفلام القصيرة، وعادة يعملونها فقط كبورتفوليو وكتجارب فنية حق DOP، حق الإخراج، حق الفريق، حق الإنتاج أو حق القصة، على أساس يلقى تمويل لمشاريعه الكبيرة الأخرى. واحنا كان جزء من عندنا لتعلم كيفية إدارة الصناعة هذه وكيفية خوض التجربة في الصناعة، أن لازم احنا نمر على هذه المهرجانات ومرينا فيها، ولكن من قبلنا الكويتيين والإماراتيين وحتى السعوديين والعمانيين والبحرينيين راحوا هناك من قبل، يعني مش هو سبق كبير، ولكن كانت خطوة في الطريق السليم. بعدها أفلام كثيرة راحت من قطر وصار البراند صنع في قطر معروف على مستوى هذه المهرجانات. زين، وين تشوف مستقبل السينما القطرية الحين؟ اللي قاعد أشوفه أن احنا أسسنا بذرة كويسة، يعني أنا وأنت وعبد العزيز وسعد وأحمد ومحمد إبراهيم وعلي الأنصاري وسلمان، احنا اللي حطينا البذرة، يعني سوري إذا نسيت بعض الأسماء، ولكن مبين أن كلهم ذكور ما يبتسم بنت، بس حميد الكواري وهند هند فخرو وأمل مفتاح، المهم أنه المجموعة كبيرة، بس إحنا أسسنا لأول بذرة في الصناعة، إحنا اللي فتحنا الباب للناس وقلنا لهم ترى تقدر تحترف هذا المجال وتقدر تروح وتدرس أكاديميا وترجع وتشتغل في شيء لا علاقة في هذا المجال. والحمد لله معظم اللي اشتغلوا معنا في الأفلام اللي احنا انتجناها احترفوا المجال، سواء كانوا في تخصص معين او سواء كانوا كمنتجين او كمخرجين،
فمثلك انت الان كدي او بي وكمخرج ولا حمد المفتاح من بعدك كدرون اوبريتر وكاميرا بيرسون ولا عبد العزيز كبروديوسر ولا سعد كاي دي ولا داود وفهد كارت دايركتورز ولا تكلم عن محمد الشريف كدايركتور دي او بي او دايركتور كاميرا بيرسون، عندك علي الانصاري دايركتور فوتوغرافر بروديوسر كاميرا بيرسون، مريم سهلي كأديتر وفيلم ميكر. فالعالم سلمان الآن قاعد يدرس وإن شاء الله بيتخرج وبيرجع عز فيلم ميكر، محمد المالك راح تخرج والحين بيرجع عز فيلم ميكر، هند المفتاح خلصت from communication school northwestern university والآن مكملة as a documentary filmmaker. فصار قبل لا إحنا ندخل في الصناعة في 2009 ما كان يجي على بال الشاب القطري انه ممكن اني انا احترف في هذا المجال خارج نطاق القنوات التلفزيونية. صح. وانت جاي من واحد يشتغل في قنوات تلفزيونية. صح. لكن احنا فتحنا المجال حق الشباب القطري انه يشتغل كفريلانسر ويسوي له اسم كفريلانسر ويطلب من الشركات. صح. بالاسم على اساس انه يروح يسوي هاي. بطبيعة الحال سوى بنية تحتية حق الصناعة من بعدها. وانت عارف في مجموعة أفلام طويلة الآن في قيد الكتابة وفي قيد التنفيذ. هند فخرور لسه توهم خلصة تصوير فيلمها الطويل. صح. أنتوا كمجموعة كتاب شغالين على فيلمكم الطويل. عندك أوكي زين. عندك أنت وكل واحد فيكم في مجموعتكم عنده his own film فيلمها الطويل بنفسه. صح ولا لا؟ محمد إبراهيم عنده واحد، علي الأطار عنده واحد، حميدة عندها واحد، حميدة عندها واحد، اي جي عندها واحد، علي الأنصاري عنده واحد، الكواري عنده واحد، أنا عندي واحد، فعبد العزيز دوراني الحين عنده واحد. صحيح. مجموعة الأفلام الطويلة اللي قاعدة تنكتب الحين في الدوحة يعني تعطيك prediction جيد أو تطلع الى مستقبل زين، انه معناته ان هذه الافلام بتدخل في مرحله انتاج حتى لو طلع منها اربعه ولا خمسه خلال السنتين الجايين، معناته انه بتفتح باب حق تطور ملحوظ اكثر مقارنه افلام تجاريه مش مهرجانات. بشر سواء تجاريه او مهرجانات، النهايه احنا نبي افلام طويله. ترى توتل انت الافلام الطويله اللي نفذت في قطر اربعه. صح. واللي انعرض منهم ثلاثه. ذا باكج حتى لم يعرض. لم يعرض ذا باكج. لا زين. فعندك لوك داون عرض في مهرجانين او ثلاث مهرجانات اللي هي دوحه ريبكا وخليج ومهرجان الخليج ومهرجان مجلس التعاون. وعندك انت والناس عشان نفرق الخليج اللي في دبي ومجلس التعاون هو سنويه يتبع لوزاره للامان العام لمجلس التعاون ووزاره الثقافه. وكان في الكويت ات ذا تايم والاول سنه كان في قطر ووقف عقبها يعني. ومهرجان الخليج ايضا وقف. وعندك عقارب الساعة وثاني امرأة في زمن امرأة في زمن الحصار. يعني شوف في الخليج في تجارب ممكن نقيس عليها، خصوصا انه عدد السينمات مقارب لعدد السينمات عندنا. صح. عدد السكان مقارب لعدد السكان عندنا. لما انت بتقارنها مع الامارات بتقارنها مع الكويت. الكويت اسست صح للصناعة تقريبا ان عندهم 3-4 افلام سنويا تعرض في المناسبات في الأعياد وفي الصيف وفي الإجازات اللي هي إجازة ربيع وإجازة الصيف يعني. فعندهم 3-4 أفلام في السنة وببزنس موديل معين إذا هو إن الفيلم لا يكلف أكثر من 900,000 ريال أو مليون ريال حوالي 90,000 دينار وتطلع حوالي 20-30% هناك سواء الفيلم زين ولا زين. ما أخذنا إحنا هذه التجربة. النهاية إحنا ما عندنا استوديو استديوهات دراما أو استديوهات تمثيل تقدر تنتج بنفس الكم اللي ينتجونه لك في الكويت. الإمارات أيضا نفس الشيء، عندهم خطين، عندهم خط الاستديوهات اللي تنتج أفلام تجارية وعندهم خط إيماجينيشن والأعمال اللي تنتج سيماي تجاري منها تروح نتفليكس وأيضا المستقل. والسعودية نفس الشيء حاليا. السعودية الآن بدأت تدخل في المجال عن طريق إيماجينيشن من أبو ظبي. نعم. الفكرة إن الآن إحنا عندنا options كثيرة، لكن أنا بالنسبة لي ما تفرق إذا أنت رحت تجاري ولا رحت مستقل ولا رحت VOD direct to video ولا direct to streaming الآن.
في النهاية دام إن إحنا قاعدين ننتج والعجلة تدور معناته eventually سوف تصل إلى اللي في بالك واللي في بالي اللي هو كلام جميل. حضر 3-4 أفلام في السنة يعني. كلام جميل حبيبي محمد، استمتعنا معاك في الحوار، كان حوار شيق وما شاء الله وايد يعني استفدنا معلوماتك خبراتك، وإن شاء الله نتقي معاك في حلقات جاية إن شاء الله بإذن الله يا صديقي. حبيبي ما قصرت، يلا فمان الله، مع السلامة.